خرجت جماهير ديالى تطالب بالإصلاح وبإزالة الفساد والمفسدين، نطالب الحكم السياسي الموجود في العراق الجاثم على صدر العراق وعلى صدر الشعب العراقي بالإزالة وخروجهم من أرض العراق، لأنهم لا يشرفون العراق حقيقة. أجسموا على صدر الفقراء، أجسموا على صدر أبناء الشعب العراقي. نطالب بإزاحة هؤلاء السياسيين ومحاكمتهم وحالتهم إلى المحاكم المختصة. أريد حكومة طيبة، حكومة مشرفة، حكومة تساعد الشعب، وأريد الشعب يرتاح وتخرج الوجوه الفاسدة كلها. ضد الفساد، هذا الفساد تعبنا، صار 19 سنة صار تعبنا للفساد. لا شارع براس خير، لا مستشفى براس خير، شهدائنا ولدنا راحوا بسبب الفاسدين، بسبب الفاسدين راحوا ولدنا. ها صار 19 سنة وعود كاذبة، لا من كهرباء، لا مي براس خير، لا شارع براس خير، لا مستشفى براس خير، ونطالب بمحاكمتهم. لا ماكو رجعة، ماكو ماكو، نايمين نايمين، ماكو رجعة. متوقع صار يخابرنا.